مساء الخير، احنا النهارده كان عندنا حاله شفط للدهون. زي ما انتم شايفين كده احنا خلصنا العمليه. الحمد لله العمليه نفذنا الاهداف اللي احنا كنا عاوزين نعملها، ان هو كان بيعاني من دهون موجوده كتير قوي في منطقه بطنه، وبيعاني ان هو كان معاني من عمليه التكسير دي قبل كده، وكان تاثيرها عليه او الشكل بتاعها مش مظبوط بالنسبه له. فعيدنا الكلام دوت. زي ما احنا شايفين احنا قدامنا ان احنا نبين الخطوط الاساسيه بتاعت العضلات بتاعه. طبعا ده كريم الحصار، ما بعد العمليه احنا بنحط الكريمات بشكل معين عشان نمنع تكون اي كدمات بعد العمليه. طبعا احنا دلوقتي هنبتدي نحط له الفوم زي ما احنا شايفين، وهنبتدي ان احنا نقفل الجروح ديت. طبعا عمليه شفط الدهون زي ما احنا شايفين دي بتتم من فتحات صغيره قوي، قدرنا عن طريقها ان احنا نطلع الدهون دي كلها بره بشكل فعال وامن بدون ما نضره باي حاجه.